عندما يجتمع أهل رياضة في زيورخ السويسرية تتجه الأنظار بدون شك نحو الكرة الذهبية تتويجا لعام كامل من التعب والنجاح. كريستيانو رونالدو يفتك الذهب في ليلة القبض على الكرة الذهبية التي ابتسمت له فأبكته في حضور والدته وابنه. للمرة الثانية يرفع رونالدو لقبا ثمينا توج به عاما استثنائيا فاز به على المستحيل رفقة ريال مدريد ومنتخب بلاده البرتغال. تواجد ميسي ضمن المرشحين لنيل الجائزة، وهو الذي طاردته لعنة الإصابات فحرمته من نيل الكرة الذهبية للمرة الخامسة تواليا، وحتى فرانك ريبيري الذي أجمع كثيرون على أنه يستحق الكرة الذهبية هذا العام بعد أداء مميز رفقة بايرن ميونخ برباعية تاريخية وأيضا رفقة المنتخب الفرنسي، إلا أن كرة القدم لا تعترف بفائزين بل بواحد كان المنطق رفيقه. حفل الكرة الذهبية كرم كبار الساحرة المستديرة كالمدرب يوب هاينكس وزلطان إبراهيموفيتش وأيضا الجوهر السوداء بولي الذي نال الكرة الذهبية شرفيا، وهو الذي إن لعب في هذا الجيل لقيل أنه كوكب في حد ذاته وليس من كوكب آخر. ليسدل الستار على حفل جمع تشكيلة العام من نجوم العالم الذين أجمعوا على أن العدالة الكروية أنصفت كريستيانو رونالدو وميسي على السواء في انتظار أن تعود الكرة الذهبية إلى الدوران بين لاعبي العالم كما هو الحال داخل ملاعب الكرة خلال العام الحالي الواعد بالمواعيد الكروية العالمية.